طيب، السلام عليكم. مساء الخير، كيف اخباركم؟ ان شاء الله طيبين يا اخ، نازل في اللايف. السلام عليكم، ازيكم؟ وحشتوني موت. كيف اخباركم يا اخ؟ عليك الله بالجد، عاملين شنو؟ ها ما ادي السؤال يا عليك الله، عاملين شنو بالجد؟ يعني داسين مني شنو؟ اخبار حاجات داسينها مني؟ ها لا بالجد، يعني اموركم كيف يا عليك الله؟ ان شاء الله انتم كويسين. بس ها نازل في البيوت. السلام عليكم، كيف العيد؟ استعدادات كيف؟ العيد ده عبادة بالمناسبة، يمر علينا العيد ونحن، لا لا، الكلام اللي بتكتبوه لنا لا لا، ما تكتب الكلام ده. العيد ده عبادة، دين عديل، عبادة عبادة، الله فرضه علينا عديل، وفيه طقوس وفيه شعائر، مش طقوس، شعائر. فكل عام انتم بخير ان شاء الله، وربنا يتقبل منكم في الايام المباركة الدعاء وصالح العمل والجهاد يا رب العالمين والصبر والثبات، وكلكم مأجورين وكلكم مجاهدين بإذن الله، وكلكم يعني مناصرين للحق. ربنا يعني يرفع مقامكم إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. وفي الأيام المباركة نسأل الله أن يتقبل شهداء الشعب السوداني وشهداء القوات المسلحة، ونسأل الله انه ينصرنا بهم وبدمائهم الطاهرة يا رب العالمين، ونسأل الله انه يجعل ذكراهم خالدة في الدنيا يا رب العالمين، ابطال يعني فدوا هذه البلاد وفدوا هذا الشعب بارواحهم، ومش الارواح بس، يعني قدمته القوات المسلحة وما زالت تقدم، لم يحدث في التاريخ، يعني ما في عدو بترصد الجيش في الميدان وبترصد الجيش في البيوت. الحاجة دي ما بتطلع إلا من غادر، وتطلع من زول ما بني آدم، وزول ما عنده لا قيم لا أخلاق لا تربية لا عنده أي حاجة. والأيام دي إحنا بنشوف في مستشار الدعم السريع المتسلق المدعو وليد ده فكان بيتكلم في اليوتيوب في البرنامج تاعهم بتاع الغسيل ده، بيغسلون هناك لما الواحد فيهم يعمل له عمله بطاله بيجيبوه بغسلوه، يسهر لك بطل وبتاع ويشرح كده وياخد راحته. فقام قال حميتي يعني رجل فارس من صفاته، قال ما بغدر وما بخون. والله ده ملك الغدر والخيانه، ملك الغدر والخيانه، خليه من خيانته واي حاجه، بس قعدوا في بيوت المواطن ده، بس استهدافه للمدنيين العزل، التدوين اللي بيعمل فيه هسه في الثورة، ولا بيعمل فيه في مدرمان ولا غيره، اللي بيعمل فيه في الفاشر ده ما بوريك انه تربية حميتي شكلها شنو، اخلاق حميتي. موضوع فارس انت شايفه راجل يعني، صح، دي مقياسك انت يعني، انت بيشوفه راجل، بيشوف حميتي راجل فارس يعني، لانك ما شفت راجل ولا شفت فارس في حياتك، فالنموذج ده ادهشك يعني. بتقدم القوات المسلحة تضحية يعني في التاريخ الحديث والقديم ما حصلت، ما حصلت، ولازم تنتصر القوات المسلحة، لازم انتصار القوات المسلحة يعني استمرار الدفاع والجهاد وقيمة التضحية، لأنه النموذج حق القوات المسلحة ده الآن إذا انتصر الدعم السريع والخونة ما في زول تاني حيدافع عن بلده، ما في زول تاني حيدافع عن أرضه، ما في زول تاني حيدافع عن شعبه، ما في زول حيقدم نفسه تضحية، لأنه حيجي يقول لك والله إحنا ما كنا في الجيش، عينت المواطنين بلغوا عن أسرنا، وعين الدعم السريع استهدف أعراضنا وأمهاتنا، وعين الشعب السوداني تخلى عننا، أنا أبقى جياشي كيف؟ مسألة هيكلة القوات المسلحة اللي بتدعو لها قحط، هي دي الهيكلة دار ترسمها. الموضوع ده ما هيكلة إدارية ولا في اللبس ولا في القيادة حقته منه، لا، الهيكلة في نفوس الناس ذاته، إنه الجهاد ده يعتبر إرهاب، والدفاع عن الشعب السوداني والدفاع عن أرضك والدفاع عن أهلك يعتبر نوع من الخبال ونوع من عدم الوعي. كيف تلبس كاكي؟ ما كلنا نقعد في
في فنادق ونتكلم بسلمية ياسر عرمان وحمدوك وخالد سلك، ما كلنا نبقى النموذج ده. فهم بيحاربوا في نموذج التضحية ده، عشان كده القوات المسلحة هتنتصر، عشان كده القوات المسلحة هتنتصر. لأن القوات المسلحة بتقاتل أول حاجة بقيم، وبتدافع عن قيمة، قيمة واحدة بس اللي بتدافع عنها القوات المسلحة، واحدة بس من القيم اللي بتدافع عنها القوات المسلحة، قيمة الجهاد دي. بس الجيش ده لو انتهى تاني ما في زلحة يبقى جيش. احنا بنتكلم عن القوات المسلحة الكاكي الأخضر اللي انتوا شايفينه ده، لا لا، احنا بنتكلم عن أمهاتهم الصابرين وزوجاتهم الصابرين وأولادهم الصابرين. ده القوات المسلحة. الكاكي ده ما لابسه زول واحد في البيت، الجيش ده ما لابسه زول واحد قاعد هنا. ده اللي انتوا حاسين كل الشعب السوداني الواحد بيطمئن على اسرته، بيطمئن على اهله. يا اخواننا عندنا مبادره القوات المسلحه ما في زول بيقف، يا اخواننا مبادره العيد لاسر القوات المسلحه ما في زول بيقف، شهداء القوات المسلحه يا اخواننا ايتام ما في زول بيقف. لكن الواحد يرسل لامه واخواته اهله، ده انت المشغول بهم، لكن ده اللي عندهم رب يحميهم. الله عز وجل هو القياده العليا حقت القوات المسلحه. هو اللي قال كتب علينا القتال، وديل هم اللي بينفذوا في الحاجة دي. عشان القوات المسلحة دي أنا بقول لك بتنتصر بإذن الله. ما موضوع جيش، ولا الموضوع ده دبابات، ولا الموضوع ده صواريخ، ولا الموضوع ده سخوي. جيش بيقاتل بطيارتين، بيقاتل في الدعم السريع ده، لا والله بيقاتل في 18 20 دولة بطيارتين طالعة منتظرينها بالصف، وما جاتنا وجات وجدول وتوصية وواسطات عديل، واسطات طيارتين مدرعات ومحاصرة، دبابات ومحاصرة، سلاح إشارته محاصر، قيادته ذاته محاصر، وبينتصر وبيحنسوا يتفاوض وبيرفض. ما بنجي نقول والله القوات المسلحة انتصرت وفرضت سيطرتها، ما قاعدين نطبل للقوات المسلحة. ما تسمع الكلام ده مننا، بتسمعه من العدو. بيجي بيقول لك والله السلام هو الحل الأفضل، ممتاز. واحنا مع ايقاف الحرب، ما توقفوها، لكن البرهان رافض. انت قلت منتصر عليه ورافض ليه؟ شغال بيه ليه؟ طيب منتظر رده لشنو البرهان؟ انت ما زال واحد، ما تتجاوزه، امشي اقعد هناك وقعوا واتفقوا. ما بتقدر طبعا، وانت عارف نفسك ما بتقدر. قلت ودار تقول، العالم الان يواجه حقيقه اسمها الجيش السوداني ده، واسمها صمود الشعب السوداني ده. العالم بيواجه في الحاله دي، ما لاقي له طريقه يتحايل عليه. غلبتهم عديل، احنا شفناهم في العراق ولا اخذوا زمن، كذبوا، رسلوا الوفد رسلوا الوفد عملوا لهم كذبة، ثاني يوم دخلوا العراق. شفناهم في اليمن كذبة، عاصفة الحزم نزلوا. شفناهم في اي حتة، غلبونا الموضوع ده، ما في حجة. الناس يقول لك انتوا ما تتقدموا، حسي احنا ما موضوع نتقدم، احنا الزول ده ما قادر يتقدم. خليك من تقدم القوات المسلحه متر مترين، ولا غريه غريتين، ولا حله حلتين. وعدوك ده وينه انت لسه احنا بنقاتل فيه؟ ده وينه؟ دخرتوا علينا القوات المسلحه، تاخرت الجيش، تاخر، هاي دخرنا. وينه وينه العدو ده حسي؟ وينه 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 القتال بتاع العدو المعروف، قتال عديل؟ وينه؟ يحذر المجتمع الدولي الدعم السريع من دخول مدينة الفاشر. 3 شهور قاعدين انا، تفتح البي بي سي، تفتح السي ان ان، في النهاية الفاشر بيجي يعمل شنو؟ بيدون في المواطنين. استخبارات الدعم السريع، جواسيس الدعم السريع، اقمار صناعية اسرائيلية، اقمار صناعية اماراتية، بياخدوا احداثيات المواطنين في الفاشر، قاعدين وين؟ يدونوا فيهم في مدرمان دي كلها، يهديك المدرعات ويهديك المهندسين وديلك الكباري، يدونوا في المواطنين في الحارات اللي فيها مواطنين امنين. واسمعوا، ان والله الليله في سوق مخفض بتاع العيد، الليله والله في مواطن جاب له اطفال، هدوم اطفال، الناس متلميه، ياخذوا الاحداثيات يدون فيها. وين عدوك انت؟ شابكيننا جيش، كون يتاخر جيش، وين هو الدعم السريع ده ذاته؟ وين هو الدعم السريع؟ وين الدعم السريع؟
دعم سريع مسيطر على البلد، ما تسمع كلام الجيش، والجيش قاعد يتكلم والجيش قاعد يتكلم عشان تطلع تقول لنا انا بديكم الحقائق من الواقع. ما في حقيقة غير انه الجيش ده بينتصر، ما قاعدين نبارية ذاته. شفتني يوم هسه انا بجي بقول لك والله في الموقف العملياتي بتكلم ساعتين وما بجيب سيرة الموقف العملياتي ذاته. ما الجيش هينتصر في النهاية، الموضوع ده بإذن الله منتهي أدوات الانتصار عند القوات المسلحة، بس ما تعملوا لنا نقة كتيرة. مسيطرين على البلد، مسيطرين على المتحركات، محاصرين ليكم، ويجي في الأخير آخر الليل يجونا، تجي الغزالة للأسد. والله البرهان رافض يقعد، البرهان ما رجل سلام. انت ما قلت مسيطر داير بالبرهان شنو؟ انت ما قلت مسيطر داير بالبرهان شنو؟ انت ما قلت حاكم السودان كله وجيت لمصلحة الشعب؟ اخوانا انا حديكم معضلة رياضية تكلمت فيها امس والناس ما ركزوا فيها، ركزوا معايا من البداية. السلام عليكم، كيف اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. حميتي بيقول انه هو جاي يجيب الديمقراطية للشعب السوداني، وجاي يمسح الفوارق الطبقية، ودار يعمل الهامش ده. السودان كله يبقى، كان هامش هيبقى السودان كله طبقة مخملية. بيبقى السؤال الاستراتيجي، حميتي ليه ما ظهر في بورسودان؟ حميتي ليه ما ظهر في بورسودان؟ ليه؟ بيمنح شنو انه حميتي يعمل له مكتب بتاع قيادة في بورسودان؟ اللي بيمنح شنو يا تقدم؟ انا داير اعرف المشكلة وين. ما لانه البرهان زي ما قال صلاح مناع وقيادة الجيش هربت من الخرطوم، هربت هاي، مشوا عملوا لهم مكتب في بورسودان. انت اللي هربت ده، وانت اللي ما هربت ده يا مناع، وحميتي ما هرب، ما يعمل مكتب في بورسودان. مش هو جاي يحكم مواطن بورسودان، ولا هو جاي يتكلم عن انه عنده مواطن معين في شرق النيل، وعنده مواطن في الصالحة، وعنده مواطن في الضعين، وعنده مواطن في الجنينة، بس ده اللي دار يحكمون. الباقي بالنسبة لحميتي ما بمثل شنو يعني؟ ما مواطنين قاعدين في بورسودان، ما تمشي هناك تنزل تستقبلهم زي ما البرهان ده بيستقبله، زي ما بينزل البرهان في الشارع. ليه بينزل البرهان في الباوجو؟ وليه بينزل البرهان في شندي؟ وليه بينزل البرهان في 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 كوستي؟ وليه بينزل البرهان في كرري؟ وليه بينزل البرهان في سنار؟ ليه؟ منو قال لك دي مناطق سيطرة القوات المسلحة؟ دي ما مناطق سيطرة القوات المسلحة، ما فيها جيش ذاته. الحتات اللي بيمشيها البرهان دي ما فيها جيش، جيش عديل ذاته ما فيها. ليه حميتي ما دار يمشي للمواطنين ديل؟ خليك من البرهان، اسبغي انت، ليه ما عملت مكتبك في بورسودان؟ حكومة بورسودان، اطلعوا الحرية والتغيير، يقول لك حكومة بيمنح شنو حميتي يعمل حكومته في بورسودان؟ اللي بيمنح شنو؟ اللي بيمنح شنو؟ لأنه هو موضوعه ما سيطرة، ما موضوع إنه يخش بورسودان يكون ما فيها جيش أو جيش، هو ما جاي للجيش. هو موضوعه بيعلن سيطرته على الحتة، يقول لك دي منطقة سيطرة الدعم السريع، بعد ما يقتل المواطن مش يقتل الجياشي، ويطرد المواطن من بيته ويسكن هو في بيته، بعدين يعلن لك المنطقة دي منطقة سيطرة الدعم السريع. فعليا انت مسيطر على المنطقة لكن مواطنها مف، يبقى انت ما جاي تحكم السودان، وانت ما جاي تحكم المواطن ده. انت ما خايف في بورسودان، ما خايف من البرهان، انت ما قادر تخش بورسودان بترسل لها مسيرات ولا صواريخ بعيدة المدى، انت ما قادر تمشي بورسودان لانه ما عشان البرهان فيها، عشان المواطن ده فيها. المواطن اللي بيستقبلك في الجزيرة ده ما دليل على انه انت منتصر. انت اول حاجة ما بتخش حتة لو ما قتلت اهلها وشردتهم وخليت بعض الموالين ليك من المواطنين، لكن سيد المنطقة ما بكونوا قاعدين حارسينك، بعدين بتعلم المنطقة انك مسيطر عليها. طيب خلي حميتي يظهر فيه، طبعا فيها مخاطرة، والبرهان ده ما بخاطر، كباشي ده ما قاعد يخاطر، ياسر عطا ما بخاطر. يبقى مشروع الدعم السريع ما هو حربه ضد القوات المسلحة، مشروع الدعم السريع حربه ضد المواطن. بيعلن منطقة انه مسيطر عليها بعد ما يطرد المواطن، ما بعد ما يطرد الجيش.
ما بعد ما يطرد الجيش عشرات المناطق في السودان الدعم السريع دخل، الجيش ذاته ما وصله، الجيش ما وصل. بعد ده كله حميدتي عبد الرحيم ما بيظهروا فيه، بيطلعوا بيه كله ببراءة، يقول لك والله يا اخي البرهان جبان. طيب ما خلاص مشى حته واستقبلوا فيها الناس، البرهان محله اساسا مكتبه في الخرطوم، مشى ورصدان فتح مكتب جديد وفرشه واسسه عرفتها، وضربوا له بوهي وعمل له درابزين. ما في مواطن في بورسلان قال له ما تقعد هنا، ما اعترض عليه مواطن. الفيصل بين القوات المسلحة ومشروع تقدم والدعم السريع هو المواطن. موضوع يا خالد سيلك ما قصة انك تروج في الاعلام انه النظام البائد، وانه والله اتباع الفلول في الحتة الفلانية لانه نستنفر، ولا احنا كده في التكين احنا بنستبيح دماؤنا. شوف المعيار ده حسي في بورسودان، هتطلع تقول بورسودان دي الفلول؟ لما انت تقول كلمة زي دي يا خالد سيلك ما حتقدر تحكم بورسودان. خلاص انت عاديت المواطن، انت اعتبرته عدوك، ووريت العالم انه المواطن في بورسودان ده استقبل البرهان لانه فلول. هتمشي كسل استقبل البرهان برضه فلول؟ تعال نهر النيل برضه فلول، تعال ام درمان برضه فلول، امشي الفاو برضه فلول، كوستي سنار برضه فلول. يبقى انت ابحت دماء الشعب السوداني، يبقى انت يا خالد سيلك ما عاوز الشعب ده، انت مشكلتك بقت مع الشعب الان. اي حته تمشيها تقول ده الفلول، لا ده ما فلول. تمام، ممكن توصف الشعب السوداني المرق الثوره دي انه الان هو فلول. لانه انا حاسالك سؤال استراتيجي، اقول لك اللي اداك التفويض منو انت تحكم البلد؟ هتقول لي الشعب السوداني 200 اداك ليها؟ هتقول لي في ثوره 2019 وين الشعب ده كان؟ كانوا في بحري قاعدين في مدرمان. في طيب كسل معاكم؟ قال له في كسل، اللي طلعوا ضد البشير طلعوا في كسل، هاي طلعوا. طيب في كوست طلعوا، هاي في نهر النيل، هاي في عطبر اول حته، هاي ده كلهم ده الشعب اللي كان فوض الحريه والتغيير، هاي هسي هو ضدكم، هسي بقى فلول عشان هو ضد الدعم السريع، هسي بقى فلول يا خالد سيلك؟ ده مع شعبكم اللي بتقولوا شعبنا. طيب ما تنزل لهم، اختبر نفسك معاهم، ورينا مدى شجاعتك. احنا والله خلاص اقتنعنا بكلامكم، قيادة الجيش هربت وقياداتنا جبانة، تمام. ما تختبروا الحاجة دي يا خالد سلك، ما بتقدر تختبر ليه؟ لانه تمام مشكلتك مع الجيش، مشكلتك مع المواطن انت عارفه ورافضك، عارف تقييم المواطن ليك شنو، حميتي عارف الحاجة دي. فاحنا من هنا بنقول انه قياداتنا يا اخواننا، قيادتنا احنا والله الشجاعة كملوها. لما تيجي تتكلم عن انه البرهان مرق من ام درمان ومشى بورسودان، دي عنده تكاليف الرئاسه خليك منها، لكن انت حميتي ده ما يرجع يقعد في القياده بتاعته دي، الحته اللي كان قاعد فيها البرهان ده 4 شهور، المكتب اللي جنبه طوالي حق الدعم السريع ما يمشي يقعد فيه ما دام هو محاصر القياده العامه، ليه حميتي طلع منها؟ خليك اختفائه 8 شهور دي، احنا ما انا بوريك بس. حميتي ما تظهر في مدرمان، انت مدرمان دي مسيطر على الدعم السريع، قلت بنسبة 97%، خليته للبرهان 3% ظهر فيها. حميتي ما تظهر في الحتات اللي انت الصالحة دي ما مسيطر عليها، ما تظهر فيها. ليه تخلي بقال براوي يكون حايم في مدرمان، وبقال يمشي تحت كوبري 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 ود البشير، البرهان بيمشي الإذاعة وبيمشي كرري وبيمشي وفطر في الشارع وبيقعد في المزيرة ويقعد مع الناس وبيشرب قهوة، ومحل ما يلقى صينية الناس بيعزموا عليه وبوقف طيارته الهليكوبتر بينزل بيقعد. ليه انتوا ما بتعملوا الحاجة دي؟ انت ما خايف من الجيش؟ الحتات دي ما فيها جيش بالمناسبة، في حتات مسيطر على الدعم السريع حميتي ما بيقدر يظهر فيها لأنه ما خايف من القوات المسلحة، هو خايف من المواطن. الدليل هسي الليلة دي الحملة بتاعت الحرية والتغيير ضد منه؟ ضد المستنفرين. الدعم السريع لما ندخل القرية بيفتش عن المستنفر، ما بيفتش عن ضابط القوات المسلحة، لأنه عارف عقيدة المستنفر قايمة على شنو؟ قايمة على عقيدة واحدة، الحفاظ على السودان ده، في سبيله أنا بقدم روحي. والدعم السريع ده ما يعيش في البلد دي، أنا لا بفاوضه ولا بدمجه ولا بتفاهم معه ولا بستسلم له. ده عقيدة المستنفر، عشان كده الدعام بيفتشه، بيفتش في المواطن السوداني الحر.
ده اكبر دليل على انتصار الشعب السوداني، انه حميتي ما عنده اي ارضيه بيقدر يحكم بيها. مشروعه ده فشل والوراه فشل. حريه التغيير الان بتفتش في ضحايا جداد عشان يدعموا ليها مشروع ده. لما حمدوك مش قاعد مع الحيلو، ما هو قنع من الدعم السريع حقيقه، نكون يعني الحاجه دي الناس مفهومه عندهم. لقى انه الدعم السريع وعده، قال له انا حسلمك السودان كله والشعب السوداني. حمدوك طبعا زول محدود المقدرات، تذكر زمان كنا بنسميه شنو؟ محدود المقدرات صح؟ فقام صدق حميدتي. حميدتي على حسب الاستخبارات والاستيكه اللي رفعها له، وزول بياخد بالظاهر لانه امكانياته برضه العسكريه زيرو. ما ده الفرق بين الزول المتمرس عسكريا وعارف بعدين بيحصل شنو. حميدتي ما عارف الحاجه دي، حميدتي بيطلب بينفذوا له، لكن لو ما نفذوا له هو ما عارف بعدين بيحصل شنو. بيجي بهدد حقلبها حريبه، حقلبها مطر بدون براق، كلام طبعا برضه مقدرات. قال لي حمدوك انا اسمع، بسلمك البلد دي وبسلمك الشعب ده وبسلمك الدنيا دي وتعالوا بس. حمدوك هذول جابوا المصحف بتاعهم ذاك اللي ما فيه غلاف، حلفوا احلفك احلفك اقسمك دنيتك اوكر روك بتاع. قال لي على بركة الله. حمدوك قال لي محبة وسلام، اتفارقوا. حاربك هذول دورت طاخ طراخ طاخ طاخ دنيا كده يا معلم. دنيا كده دورت بس المخالط ده حميته طلقة. احنا هذول لسه هادي ماشيين يا دوب. حميته داير شنو؟ يا رب الزول ده عنده أجندة، عنده نوتة. الزول ده عارف نفسه، ادو طلقة بقينا بعد داك في حميته يا ميت. الدعامة راس ضارب تماسك قال لك في الظاهر، لكن حميتي خرب المخطط. حرية التغيير بعد ما انتهت من الدعم السريع قالت تشوف لها حصان تاني تركبه او حمر. مشوا قعدوا مع الحلو شبكوا لك انت منطقتك، وانت منطقتك اصلا بعيدة ومحمي بالقوانين الدولية، واحنا ممكن من هناك نأسس جيش ونعلن الانفصال، وبعدين نجيب صواريخ ونجيب طيارات وممكن نضرب لك القيادة، وده اللي حتكون التفوق. قام ونس لك الحلو. الحلو ده عنده مفتاح تونسه بيه. تشبكوا لك اسمع علمانية الدولة ولا دينية. الحلو طالب يمشي شنو؟ بيلبس البرنيطة بتاعته ديك، ويلبس البدلة خالي كرافيت عامل لنا فيها جيفارة طبعا، تمام. هو عامل فيها الواد متعفف كده وبتاع. هو انت حلو ما متعفف، انت ما بتعرف الحاجات، ما بتعرف يعني، انت لا بتعرف في عربية اسمها رولز رويز، ولا بتعرف مايباخ، ولا بتعرف قصور، ولا بتعرف. انت مشغل انك سايح موظف بدون احلام يعني، ما فاهم اي حاجه في الكوكب. اي حاجه اسمع نوصل لا 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 لا، بس اي حاجه لا لا لا، وانت ما فاهم اي حاجه، خليك قاعد في كهوف دينا ما نجيبك. قامت الحريه والتغيير وحمدوك اكتشف انه الدعم السريع ما حيجيب الحاجه دي، وانتهى فعليا ولا يمكن البناء على الدعم السريع. قالوا نتدارك الموقف. مشوا للحلو، اسمع علمانيه هاي لا دينيه هاي، وقع هذا. حلو قال له انه وقع، كشف كده. قال عبد الواحد، عبد الواحد انت عندك موقع استراتيجي هاي، ومفصول من الدولة هاي، ومحمي بالأمم المتحدة هاي، خلاص يا زول نوقع معك هاي. واحنا كمان نهدده ونقول لهم كمان لو ما عملتوا حاجات عبد الواحد وكمان نفصله. حمدوك ما قادر يفصل موظف في مكتبه، دار يفصل السودان. طبعا الحلو انتم عارفين الحلو مطامع، وبيجوا بعد داك ما عارفين يقبلوا عليه. يعني الحلو بتاريخه الكومول ويوسف قوة وعقار شاهد عقار واستلم والمؤتمر وطن 2011 والبشير واتفاقات وقرن
انا نيوانو وده كله الحلو في النهايه ياخد الاشوره والمشوره من حمدوك السكران. الحلو ذاته انتهى يعني كالحلو بقى هنا يساي ده اندور مساي زمان. انت بتتخيل الحلو بتاعه كستر بالفراوله طلع حلو شنو داردوم مساي. فقاعد مع الولد ده يا حمدوك شباب اقول لك هاي وبتاع، وانت حتتكم معزوله وبتاعنا كون جيوشنا واحنا هنواصل في نظامنا العسكري والخرابيط. يجوك بره يقول لك حكومه مدنيه خالصه وسوق الصعاليك ديل في اديس ابابا سكارى اللط لط. هم والله العظيم اخ حاتم ديل ما في الراجل العراقي اقسم بالله جد بيتوهموا، بيحبوا التوهم. تلقى الواحد يفلفل في شعره كده انا الرؤيه بتاعتي يعني في وتلقاه يبرم في شعره كده. انا اعتقد يا شفيفه حته الحرب دي ابعاد الحرب. الله يا كده نقعد نرتشف البتاع ويتوهم ليك الواحد بيكون يا اخي ده لافين شنو يا اخي عرق شنو بيقدر على البطاله ده. هو الحارب تدور في بيت بيقلع هدوم وبيرقد للدعامي. انت ما راجل عرقي يا زول بيلم علق العولق النواقص ديل ايش بيقولك مدنيه اوه يا حبيبنا الزول ده ماشي قاعد اتفاق عسكري مع فصيل عسكري مسلح مدنيه يا سيد يا اخي. الهادي برطوش ده قاعد معاك ده الهادي ابليس زيه عنده قوة عسكرية كيف تقعد مع تقدم المدنية؟ مدنية والعسكر للسكرات يا برنس. تعال كده تعال انت شارب شنو انت تعال بجاي تعال بجاي تعال مدنية وخالصة مفروض تكون مدنية ومؤسسة على شعب قواعد شعبية. تطلع من السودان ما تطلع من اديس رغم 20 رغم 19. الهادي ابليس ده عنده قوة عسكرية يبقى دي ما مدنية وخالصة. وحمدوك اتفق مع الحلو، الحلو عنده قوة عسكرية ما مدنية وخالصة. وليه تقعد مع الحلو ما تقعد مع المستنفرين؟ عشان تكون في ذات الشمولية فيه. ما في حركات مسلحة الآن مستنفرين من الشمال والوسط والفاشر ما تقعدوا معاهم ما مواطن المستنفرين الآن وتنسيقيات المستنفرين الآن في السودان تغطي السودان كله. الحلو عنده حتة صغيرون أنا ما بتعامل مع الجزء. تاني أخطاء قحط مشيت اتعاملت مع الجزء عشان تسيطر على الكل. القاعدة دي ما بتجي. قال له سعت صورتي وأتاك شخصي. أنا قاعد أقول البيت ده كتير الناس ما فاهمينه. قال له سعت صورتي وأتاك شخصي وسار الظل نحوك وجهات لأن الروح عندك وهي أصل وحيث الأصل تسعى الملحقات. لا يمكن أنت تمشي للملحقات وتجي تعمل أصل ما بتبقى. عشان كده احنا مطمئنين قواتنا المسلحة القاعدة هنا دي الرابع العالم بتاع السارية ومكسور القاعد في القيادة ده المحروق ده اي ده الأصل وحيث الأصل تسعى الملحقات. قلنا زمان انه والله تسمع قبائل وادارات اهليه بترفع شعارات وعمم على رمم وناس ووكر الروك واحنا وفي النهايه تقعد قدام الكاكي ده قول الدار تقوله واحنا وجيشكم فلول خرابيطك يا رجال قمرح ابلشتنا. حتيجي تقعد قدام الكاكي ده حتدق الباب ده لما البرهان يفتح لك والله العظيم تلف كده ليوم الدين. ما والله ما تدق القياده دي وتيجي تركع على القياده دي اقسم بالله ما تخش البلد دي ولا يكون عندك فيها وجود. وحيث الاصل تسع الملحقات مشى حمدوك الواد مفكر يعني قاعده كده قاعده بتاعت صفاء كده. قام الولد عرمان دي قال له طبعا نسي الدعم السريع ده لو افترضنا بس لا قدر الله لا قدر الله الجيش انتصر على الدعم السريع تف 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 من خشمك. قال لي حمدوك يا منى جيبي مناديل لياسر دي تف 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 من خشمك. قال لي يا حمدوك بس لو فرضنا انه الدعم السريع ده انهزم احنا هنمشي وين؟
قال لي واقول لك وما تزعل. وضحك الحماران وانا انه ما فاهمين هاي. فقام حمدو قال له طيب المعضله دي احنا نعمل فيها ايه؟ قال له نمشي الى الحيلو السويت. السويت داك طبعا شنو؟ قال عمالص ما عنده اي حاجه. ليش بقوا اوكر الروكو المانيه وبتاع شنو؟ ايش برنيطه بيمضي معاك؟ ملك الامضاءات مشى للحزب الشيوعي مضى، مشى لحمدوك برا ومضى، مشى لياسر عرمان وخالد سيلك مضى، مشى التقدم مضى، مضى الحريه والتغيير مضى، مضى مع ود المرغني في جوبا في اتفاقيه جوبا، ابى يمضي اتفاق جوبا الحلو، ومضى مع ود المرغني جعفر، الاثنين احنا ما بنعرفهم. اتلاقوا في جوبا قال لنا امضي، ود المرغني امضي اي قال مضى في ال 2020 ملك الامضاءات الحلو قلموا معاه اي بس ما هم حاجه وين حته لا علم لا 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 دينيه الدوله دي هنا اي بس والتحية دي شنو؟ ما في دستور اه بس خلاص امضي طوالي الحلو ملك الامضاءات مش حمدوك شبك يقول لك نستعيد للخطه رقم با ايه الحلو لو الناس دي لا قدر الله الدعم السريع يتهزم لا قدر الله عندنا الحلو وعندنا عبد الواحد وسنثير النضال وسيستمر النضال وسنفعل الفلاح وخرابيط ثلاثة سكاير وحياة الله ما فاهمين ايه يعني. الجن مسامير الارض يا الجيش تاكل يا صاحبي كشف كده برقرق الجيش تاكل يا صاحبي تكل كشفك شنو شبكونا لك تنسيقية اديس ابابا وسنخرج للعالم برؤيتنا التي هو خرابيطك يا معلم ولا في زول مذكر تنسيقية ولا حمدوك الذي يا اخي زول ده زول بيطلع من الزبالة ويرجع للزبالة ساكن في في في, في ساكن في برميل زبالة حمدوك ما عنده اي قيمة يطلع يتمسخروا في الناس ويجيب الفضيحة لقحط ويجيب الفضيحة ليمونة والله العظيم راجل كبير عايب شايب خايب ساي مرقته من البيت ده غير الكفاوي ما بجيب حاجة يوم واحد مرق كده شكروه مف بس يرجع يا مرق بالباب البورة زي مرقة فرنسا زي أغلى من 5 أنفار جاب لنا أديس أبابا شبكنا واحد في أديس أبابا في 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 27 ثانية قال يا اخوان ودين انتهاكات الدعم السريع في 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 الجزيرة خرب المؤتمر كله طرشك حمدوك بقى ما عارف يعمل شنو انا بدعو طرفي الحرب الى وقف الحرب وانت قاعد روحك راجل عشان يسمعوك ذاته وانا حقيقة اتصلت بالقيادات منو ده اتصلت بمنو وانا في حالة تواصل مع القيادات عشان نضع اتصلت بمنو له 14 شهر كله 3 أسابيع بيطلع انا في اتصال مع البرهان انا دعيت طرفي الحرب انا ما عارف اقعد معاهم 14 شهر كل يوم والتاني عندنا الاف السودانيين بيموتوا ما توقفها طيب ما في يدك حاجه لا تستطيع كلكم دعامة بتلفوا وتدوروا تتحشوا تتبلوا تجي تشبكونا الحرب ويجب ايقافها تعال وقفها طيب ما تورينا حيوقفوها كيف ادينا الالية ووسائل التنفيذ ادينا كلام علمي عشان نحاسبك به ما احنا بنرد عليك انت زول حمار ساي يهود ردنا عليك ما عندك شيء علمي اكاديمي حاجة انا ابحث فيها واناقشها ما عندك والناس يقول لك اسمع الجيش بتاع يا اخي جيشنا ده تمط يا اخي خليه في حاله جيشنا وين الجيش بتاع العدو ده؟ انا يا اخي والله العظيم حكاية عجيبة قوحة سمحة لكن على الله رايك فيها شنو النغمة دي يا غسان ها تقدر تقوح قوحة زي دي فخمة فخيمة كده فهمتني الله دي قحة بتاع التعليمات اسمع يا طيران عليك الله تدب الليل في المصفى يا اخي حقيقة يا طيران يا عليك الله قبل ما تصبح حاجة كده خفيفة
حاجة خفيفة كده للأخوان. في بابانوسة، يلا اخوانا ما تضيعوا لي قحة، يا جيش ما تضيعوا قحة بتاعت غادة يعني، ما بيجي بعدها تعليمات علي. يلا طيب الليلة مشروع قحطي طبعا بقى، والدعم السريع معتمد زمان على التحشيد المالي والتحشيد السياسي وزراعة الخونة والجواسيس. اقسم بالله شفت الليلة حيمطوكم مط في المصفى ده لما انت آمنه. اصبروا بس ما تقعدوا تتضايروا، محل قاعدين ده شفتها بتتبلوا الليلة بس ساي. طيب الليلة تنسيقية قبيلة الرزيقات قابلت السيد الفريق البرهان. كثير من الناس كتبوا في التعليقات انه الزيارة دي متأخرة واعلان ولاء قبيلة الرزيقات للقوات المسلحة متأخرة. اول حاجة بنطمنك انه القوات المسلحة هي الرزيقات، والكلام ده قاله السيد القائد مع بداية المعركة، وقاله السيد كباشي في بداية المعركة، وقالوا السيد ياسر عطا لما عدد المتحركات ال13 يتكلم عن تكوين القوات المسلحة، ويتكلم عنه انه القاعة اللي احنا فيها دي يتكلم عن كل القبائل في السودان حفظ الله القوات المسلحة والبلوة. الرزيقات ما تأخرت، والهجوم الإعلامي بسبب مجموعة من القبيلة دي انتمت للدعم السريع. كثير القيادة في الرزيقات بتطلع تتبرأ من الدعم السريع. حاجة تانية تفهم عزيزي المستمع انه نظرة الحكومة ما زي نظرة المواطن، وانا شرحت لك المثال ده قبل كده حق الركشة. هاي الركشة بتضايقك في الشارع وانت داير شارع المطار ده ما تمشي فيه ولا ركشة عشان تمشي بالكروزر بتاعك ما يضايقك، لكن الدولة ملزمة انها تجي لسيد الركشة ده منفذ وتسمع منه وتديه حتة يترزق منها، تخليه يمشي في شارع المطار لانه البلد دي ما حقت سيد اللاند كروزر. عندك رأي انت في الدعم السريع او مجموعة قبلية اولاد انتموا للدعم السريع هددوك سمعوك اي حاجة؟ القيادة ما بتسمع الكلام، ما بتتعامل بالطريقة دي، تسمع من كل الاطراف والباب مفتوح. الحاجة المهمة في الحاجة الإعلان حق الليلة واللي احنا بنأيده ده إنها الدعم السريع الآن يا إخواننا محاصر في الحتة اللي بيفتكر فيها سيطرته، والمورد اللي كان بيجيب منه المقاتلين واللي بيستنفرهم القبيلة دي الآن الليلة وقفتها دي هي رد على العنصري المريض وليد مادبه اللي كان بيتكلم أمس عن إنه تكوين القوات المسلحة تكوين عقائدي متدثر بثياب القومية، وقال الاتهامات اللي بتتقال عن ميليشيا الدعم السريع انها قبلية فدي حقيقة، هو قال كده. احنا بنثبت له انه الدعم السريع ما عنده قبيلة والدعم السريع ما عنده انتماء، اللي بيمشي للدعم السريع بتسوقه امراضه ما بتسوقه جهويته، اللي بيمشي للدعم السريع بتسوقه اطماعه ما بتسوقه اسمه ولا بيسوق جده ولا بيسوق قبيلته ولا بيقاتل باسمها، بيمشي بقاتل باسمه، بقاتل بمطامعه، بقاتل بأهوائه. اسمع العربي ده. الليلة الدعم السريع لما استخدم كرت العنصرية اللي بدأ يتكلم عنه أسامة السعيد امبارح لما يقول لمناوي اسحب قواتك من الفاشر واحفظ منها ما تبقى، أسامة سعيد بدل يقول للدعم السريع وقف هجومك على الفاشر قال لي مناوي سيد الأرض سيد الوطن مواطن الأصل صاحب المنطقة حاكم الولاية، قال له اسحب قواتك وخلي المواطنين في مواجهة الدعم السريع، انت يا مناوي أهم لينا من المواطن في الفاشر. بدل يقول له يا دعم سريع وقف هجومك على الفاشر، وأسامة سعيد التقدمي القحاتي الحقير بيدعي انه محايد، بيقول لي سيد البيت امرك خلي الدعام يخش في الفاشر. واللغه العنصريه اللي بيسوق ليها وليد مادبو الليله الرد بتاع الرزيقات ده حسم الموقف ده. دعم السريع الان ما عنده حته يجيب منها مقاتلين الا القبائل اللي عندها جذور في السودان وبر السودان.
والآن قيادته واضحة، قفلت الباب ده تماما. الدعامة يجيبوا من وين؟ هيجيبوا ناس خالصين دي اللي يقاتلوا. والله هيمشوا يلقطوا بعد ده المقاتلين اللي بيصرفوا عليهم، ما عندهم كشوفات، عندهم كشوفات، قحاتة وقحاتيات، قاع مدينة اللي قاعد في أوغندا، اللي قاعد في الإمارات، هيجي يوم كده يقول لنا معلم بالتلفون اسمع اركب تعال، دايرينك في الميدان، يقول لك ما جاي، يقول لك جدا خليك قاعد في حتتك، يرش له الورق. فضايح هتجي طبعا. زمان في قاعدة بقول لك اذا اختلف اللصان هيختلفوا طبعا، الدعامة والقحاتة ده موضوع منتهي، والدعامة اصلا زول حقير ما بتتم، والله العظيم يديك حاجة باليمين يفتك بالشمال، ما عندهم ناشط، ما عندهم زول دفع له حميت قروش ما طلعوا فضحوا. والقحاتة لسه مصرين وعاملين فيها بيأتمنوا لين، لا انت ما عندك ميزة. الاكل قروش الدعم السريع بيتفضح. الليلة حضور قبيلة الرزيقات وإدارتها المعترف بها واحد لما يرطب بعدين ان شاء الله يجيب له زول يقول حلو. حركة دي كيف على طول يجيب زول يقول حلك تتكلم يعني، قلنا لنا زين اذنكم تقوم تقول له قح. الحاجة دي كويسة، لو جبنا الولد دي خالص سلك في القحة لطيف. خشمه كبير الولد دباسة، بس ده كويس في القح. طبلات الولد دي يا خالد، مطبلات يا قاعد كده يقول يا بقى صوته ممكن نجيب منه يقول حالينا بعدين. شوف شوف الملك ما شراليفه السوداء دي ما ينفع للقحة. حنان حسن قال له القحة ولا صمت الخشم. حنان ما تيجي تقوح يا لك مصاريف تتمصرف يا بيبي. ومين دي يقول لك دي القحاع حق الصرفة حيانة. لا قحاتة اقسم بالله العظيم انتوا راجيكم بل بختلف يا صاحبي، وحياة الله راجيكم بل يا غحاتة. هسي لما ظهرت اللجنة بتاعت وزير العدل قحاتة بدوا يفرفروا، امنعونا كيف من الحضور إلى بلادنا، نحن شاركنا في صناعة هذه البلاد. أحيانا لجنة النائب العام بالغمزة كده الشغل ده اتبلع يا بيبي، ما كترت الزين شنو قالت بيسويك، احنا بس نزين. النائب العام، النائب العام، النائب العام، يا برهان المذكرة الحمراء، يا برهان المذكرة الحمراء، يا برهان. هسي جاياكم يا بيبي قحات، عرف انه الشغل ده فيه كتمة جد، والله العظيم في مضايرات حاصلة في مكر. لو انتوا هربتوا من اللجنة دي ما في حتة هتأويكم، هو حضوركم لمصر ده مع مخاطرة كبيرة بالمناسبة يا قحاتة، لكن ما كان عندكم اوبشنات، فهمتني انت؟ يعني انت لو مركت من مصر دي الا تيجي السودان، ما هو انت لو اصلا قادر تمرق منها زمان كان مركت، ما بتقعد تحرس، انت عارف مصر هتبلك، انتوا عارفين يعني. بيطلع جوا مصر يقول لك انتوا مصر دي ما بتعاونوا مع الـ مع الـ مع الـ مع الـ مع الـ مع الـ مع البرهان، بتعاونوا مع الجيش السوداني بتاع الفلول. طب انتوا عارفين متعاونين قاعدين معايا ليه؟ لانه ما عندكم حته تمشوها، ومشيتكم ذاتها محسوبه، وانتوا قاعدين هنا برعايه الاستيك ذاته، والله العظيم تحت مظله الاستيك، يوم كده بيقفلوا فيكم الموضوع ده. انا شايف طياراتكم جايه في برصوان، طياره خالي شبابيك مظلله من جوا، بس مكتوب فيها شنو؟ بل بس ما فيها حزام ذاته، بس هدي تيجي تردمكم هنا في المطار، ورونا شعبيتكم، ورونا شعبنا، حكومة بورسودان والخرابيط بتاعتكم دي، تيجوا تعالوا هنجيبكم إن شاء الله اللجنة دي، والله هتجيبكم. ولما اللجنة دي اشتغلت الناس كانوا بيقول لك وينو لجنتك اللي بتهددنا بقى، قلت لكم أنا ما سائلكم، تتكلموا زي ما دايرين.
الحقيقه اللي بهددت احنا اللجنه دي كانت بيهمنا انه تكشف لنا الخونه اللي قاعدين في المؤسسه حقتنا، والحمد لله اكتشفناه والحمد لله المعالجه تمت. هسه ورونا دي حتمرقوا منها كيف. فاحنا الليله مبسوطين جدا جدا بما قدمته تنسيقيه قبيله الرزيقات، قفلت الباب تماما امام الدعم السريع وامام الخط العنصري التحشيدي القبلي ماشي بيه ميليشيا الدعم السريع، واللي هم الان عاملين استنفار بالغصب وعاملين تجنيد اجباري بالغصب وعاملين خطف لابناء القبائل بالغصب يتجندوا فيه. ما عندهم والله العظيم ما عندهم طريقه. الميزه دي يا اخواننا موضوع انه احنا قفلنا المورد بتاع الدعم السريع في مناطق حواضنه، في الحته اللي هو بيفتكر انه مسيطر عليها ومدورين معاه بنيه هناك. موضوع انه الحرب في الفاشر دي يا اخواننا، الموضوع ده دي مش نهايه الدعم السريع للابد لابد الابدين. انتصار الفاشر هيبقى نموذج لانتصار باقي زالنجو نيالا، ما حيشوفوا الدعم السريع يعني هزموا الدعم السريع ونظفوا الفاشر حيخلوه قاعد في نيالا مثلا؟ حيمشي يقعد الدعم السريع في الضعين تاني؟ حيكون في دعامي قاعد في 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 وسط دارفور؟ حيكون قاعد في جنوب دارفور تاني في دعامي؟ حيخلوه؟ الموضوع ده اخذ اسبوع اسبوعين اول من معركة الفاشر دي، زي معركة المدرعات، زي المدرعات هاي سقطت اليرموك لكن صمدت المدرعات. احنا بنتكلم الان في نماذج صمود القوات المسلحه، هاي اليرموك سقطت لكن المدرعات صامده، هاي الاحتياطي سقط لكن والله درمان صامده، كاري صامده، القياده العامه صامده. ده احنا ما شايفينه. فدي النموذج اللي بيحصل للدعم السريع الان في الفاشر ده في دارفور المنطقه. الدعم السريع بيفتكر انه ده ظهره محمي، هو دي كلها مسيطر عليها وكل اللي هيعمله يعمل غزوة. الدعم السريع الآن خش في مرحلة الدفاع ودي ما كانت في خطته. الآن الدعم السريع الآن في الفاشر قاعد يدافع ما قاعد يهاجم، ما كل يوم شايفينهم بيدونوا في الفاشر، هو بيدافع ما بهاجم. هو عارف انه باب الفاشر ده لو اتفتح هو في دارفور دي ما بيقعد فيهم زول واحد، هو بيحاصر فيهم ما يمرقله من الفاشر ومهرجين طبعا. هتقعد تحاصرهم كده لبتين، ما كل يوم بتيجي تدق في الفاجر دي، خشيت لحد المستشفى، خشيت للمويه، خشيت الكهرباء، 10 دقائق ما بتقدر تقعد فيها. هو الدعم السريع مقتنع تماما، هو ما قاعد يهاجم في الفاجر، هو ما بهاجم. الدعم السريع الان بدافع. الفاجر ده لو بابه فتح ما هو تاني هيقعد وين الدعامي؟ هيقعد وين؟ كل المكونات الاجتماعيه في دارفور قاعدة في الفاشر، كل القبائل والإدارات الأهلية قاعدة في الفاشر، الحركات المسلحة حركات الكفاح قاعدة في الفاشر، قوات المسلحة قاعدة في الفاشر. انت بعدين حتتفق مع منو؟ حتتعايش مع منو؟ ولنفترض انك انت دخلت الفاشر، انت بعدين حتتعايش مع منو في دارفور؟ دارفور الدعم السريع هيفرفر يطير يمشي الإمارات بالمناسبة، لا يستطيع انه يعيش في دارفور دي ولا دقيقة. واي زول بينتمي للدعم السريع، اي زول عنده تعاون مع الدعم السريع، الان الابواب اللي بتطرق، ابواب القياده دي اللي بتطرق، وكثير من الوفود اللي انتم بتشوفوهم بغض النظر عن وفد الرزيقات ديل، واحنا ما عندنا فيهم كلام، قبل الرزيقات والايام اللي فاتت قاعدين نتكلم، وقبل يومين جيت كلمتكم، قلت لكم في ناس يا برهان حيجوا يسلموا وحيقعدوا، قلت لك يا برهان السماء دي تنطبق على الارض، احنا ما بنسلم ثاني ما حنقبل دعامه. انا مش قلت الكلام ده قبل يومين؟ ما دي ما نبوءة، انا عارف انه الناس دي كلها ما عندك حتة تمشيها، بالذات اي زول منتسب للدعم السريع او عنده علاقة بالدعم السريع هو ده بيفتش في اخر فرصة. حشوفه غادة الدعم السريع بينسحبه، وقوات من الدعم السريع بتنشق. قبل يومين حسي الستين عربية في الفاشر انشقت دي، انا الموضوع ده ما جبت له سيرة لانه انا ما راضي، انا ما راضي. والجيش بيقول لي يا اخي الناس اللي تعاونوا معانا واشتغلوا معانا ولولاهم والله انا ما راضي والله العظيم. اتبلوا بس يا صاحبي، ما بنعرف يا زول، ما بنعرف. ما الموضوع ده بعد المجازر اللي ارتكبت دي الباب اتقفل والله. شفت انا لين فيك انت بتاع ستيك شغال مع الدعم السريع، جياش راسك عديل، انا لين فيك مع الدعم السريع تتبلى ما بخليك. فدي كلها الحمد لله بشاير
والدعم السريع الحته اللي كان ممكن يرتكز فيها ويبدا يتحرك الان هي مولعه فيه. لما تيجي تشوف التقدم اللي بيحصل والارتكاز والثبات اللي عند القوات المسلحه الان، دعم السريع بيدخل بيرتكب مجزره في الجزيره، انت بتحسبها على منو يعني؟ اهمال من القوات المسلحه صحيح، تاخير من القوات المسلحه صح، لكن المكسب العسكري اللي كسب شنو يعني؟ انه قتل المواطنين في ود النور، الدعم السريع كسب شنو عسكريا بالحركه دي؟ مكسبه شنو العسكري؟ مسكت مسكت مواطن اعزل قتلته، انت كسبت شنو عسكريا؟ سياسيا كسبت شنو؟ انا جاي لناسكوسي دول عندي معاهم الراي، شكله كده قاري لي ولا شنو القحه دي؟ يا ناسكوسي ديل سيد العقيد محمد الخليفة، كيف اخبارك؟ ان شاء الله بخير. انا لو شفت لو اموت هنا الليلة لازم اتكلم. بس خلي القحة دي تروح، حجيكم يا ناسكوسي. نتم الموضوع بتاع الدعم السريع، الحواضن حقته الآن بدأت تشتعل، فهو عشان يعمل تقدم يصل الجزيرة ويحافظ عليها محتاج ذخيرة، محتاج إمداد. الإمداد ده لازم يجي قاطع قرى ومدن وحلال دارفور، هي الآن مشتعلة، والمواطن هناك والإدارات الأهلية والقبائل كلها حملت السلاح ضد الدعم السريع، يبقى امداده ما بيصل الحتة دي. ما عندك ذخيرة تخليك تحافظ على حي الدوحة والواحة، ما عندك، وما عندك مقاتل ممكن يجي يحصل اخوانه ديل الدعامة اللي قاعدين في حي الدوحة، ما في. حس في حي الدوحة ده حيعلن، نجي نشوف بعد ذاك شبشب الملك يطلع يقول لنا هو كلهم كانوا طابقين في عاملين لنا بقى وقوم وقعدة. انا المرة دي شفت مشيت ما خليت شارع في حي الدوحة، ما خليت مربع، ما خليت عمارة، ما حسب كلها حسبت عليك. بس بعدين لما ان شاء الله حندق فيها العالم ده وقرب، فهمت؟ بعدين تعال قول لنا حي الدوحة الفرحانين بدا وكان أوضة وصالة تمام زي اللي زي. فالدعم السريع ما عنده بقى المورد، فهمت؟ الحاجة الثانية موضوع القبيلة ده مهم جدا للدعم السريع. المقاتل في الميدان محتاج سند سياسي ودعم اجتماعي. يعني حس احنا بنشوف الدعامي بيسرق وبينهب وبيهدد ناس في حتات تانية بيقول لهم بجي بغتصب نساكم. فهو داير سند من يطلع زعيم قبيلة يقول لهم اي احنا معاه، اي ده ولدنا، اي اللي بهبشه ده هبشنا. هسي ما في زول بيقدر يقول الكلام ده في الدعم السريع، ما في. خاطين الصعاليك زي ناس وليد ما دبو والناس ده ما عندهم وزن اصلا. وليد ما دبو ده بعد الكفه اللي اداه له بشرى الصادق ده وحلق له صواميله، والله العظيم فت مرقه واحده مرق قطر اداه لك كف ودى البشرى ده، ولا هو البشرى ودى الصادق ده؟ ها؟ رازلك في شغل كده قشطوا لك كف عليك الله يا ولد يا غسان. نزل لنا القصه بتاعته دي عشان الناس بيقولوا بألف، لا القصه في الاعلام وفتح فيه بلاغات وبتاع. داك هاي قال لي اسمع هاي والله لازم بس تيجي تاني شنو؟ والله تاني بصمترك. صاحبك كبر هناك بيجي يقول الحين بيجي داخل السودان لا في غطر عشان ود البشرة ده ما يعرفه. بشرة ود الصادق ما يعرفه. الحين كسر لسانه، هو كسرت اللسان دي اصلا يعني جات نتيجة الكف. فتلك له خشمه، والله ده كمان ما يده كافرة يا صاحبي. والله داك انسى بس حرس بتاع الصادق المهدي هو ولده ما مسلح طبعا، هو شايل يدينه دي برخصها له كل سنه ما شاء الله تبارك الله زي الدوشكا بيمشي برخيصه وبيجدد. اصابعك هي خمسه والله تمام الحمد لله، والاصبع ده كم قال لي؟ 39 مللي يا صاحبي.
بيرخصها لي زي الدوشكة بجد، رخصة بتاع كم داخل الدينو في الجيب كده، عامل لها كفر بتاع جلد. صاحبك ده جاي يتقاطع، احنا ورؤية الحزب والرؤية القبلية، احنا جبنا 66، جبنا ستة، قال لي بلا 76 بلا 86، مالي لك كف واحد. صاحبك من الحتة اللي ادوه كف طوال المطار، جوازه معاه وقالوا طوال المطار تاني بيوشه، جا شابتنا الحين. الحين من ايه يا بيبي؟ الحين شنو؟ في شنو؟ القبيلة اللي انت بتدعي بتتكلم باسمها قيادتها الان مش اعلنت ولاء للقوات المسلحة وبس، لا قبيلة الرزاقات كمان رفعت السلاح ضد الدعم السريع. الله خليك قاعد في الحين بتاعتك دي، شوية جرابيع ما عندكم قيمة. هذا الوطن الحقيقي وبتبني الان ويؤسس. طيب ناس كوسي ديل نيل الابيض الشغل تمام، دايما القيادات بتمشي هناك والتيروك ذاته يعني كل 3 ساعات كده تلقى الكباشي مشي الفرقة 18، ياسر عطا 18، ابراهيم جابر 18، برهان بيمشي يكون ماشي كده، الدقة حصلت هناك في الجزيرة بيمشي كوسي في شنو انت ما تعرف ذاته حصل شنو يا اخوان. فسألنا الوضع كيف، قال لك الامور طيبة ستيك فل الاوضاع بعض الملاحظ اللي بتوريك انه في خلل. فانا حقول السيد العقيد محمد الخليفه، السلام عليكم كيف اخبارك؟ ما دام قلت اسمك معناها في حاجه، بغض النظر عن تقرير اترفع او الكلام اترفع وكده، انا ما حسألك عن خطأ ارتكبته، ما حقول لك حاجه ولا بتهم الاستيك في حاجه، بسألكم من عربات القوات المسلحه. الكلام ده بقوله للسيد القائد بتاع المنطقه والحاميه العسكريه، مجروسات وزتوايات الجيش الشغالة برا دي، انتوا ما عارفينها ولا عارفينها؟ بسألكم من التجار بتاعين الوقود في النيل الابيض، بيشيلوا البنزين من جوه النيل الابيض دي، غرا وكوستي وحلال وكده، بودوه اللي بيشتري تانكر بتاع وقود منه في السودان الان غير القوات المسلحة الدعم السريع. فتاجر بتاع وقود يا ناس الاستيكو سيد العقيد، لما يطلع تاجر ويطلع البنزين ده من كوستي معناه مش اتباع للدعامة. احنا والله ما بنقول الدعامة، ما ورونا خيانتهم الدعامة، ورونا غدرهم، ورونا ما عندنا فيهم كلام. ما هو خلاص الدعامة انتهى، مواطن بيعمل الحاجة دي عشان يلقى شنو مكسب، يعني المواطن لما نعمل كده بيلقى شنو مكسب؟ انتوا بتبرروا لروحكم الحاجة دي كيف؟ انا والله بحتار، اقسم بالله الموضوع ده ما عندي له اجابه، انا بحتار. يكون قاعد في نص الحله زول يبيع امه واهله واخوانه للدعامه، ليه بتعملوا كده؟ يعني في شنو؟ ما انت الحاجه ممكن تعملها مع الجيش ذاته، دار جاه دار سلطه، ما تلبس كاك الجيش ده، شيل كلاش دار الضهب دار شنو انت؟ ليه بتعملوا كده؟ ليه في النيل الابيض يتكلموا الموضوع ده تغرير والتغرير 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 50 تغرير عشان تبيع لك برميلين 3 للدعم السريع، تبيعه بثلاثة أضعافه، بيعه للمواطن ذاته جوه كوسي بالثلاثة أضعاف، ما في إشكال أتربح في المواطن ده، لكن الدعامة اللي بتكب له بنزين ده ما بعدين بيجي بفرمك أنت، أنت ما حتقعد تواليه كتير، أفهمه يا شعب سوداني أفهمه. انت ما انتبهت للدعم السريع، ما تفتكر انك انت ما حتتعرف. اديك نموذج، ضباط جهاز الامن والمخابرات 90% منهم ما كاشفين هويتهم، الدعم السريع عرفهم، في مواطنين عرفوا الجوالات والصواته بتعملوها، في ناس كتار بتاعين جواله وصواته، انت ذاتك بعدين ما بتأمن، هسه قاعدين في نص الناس عاملين فيها دعامه والموضوع ده مدسوس، ادارات اهليه وقبائل ومجموعات، الناس عارفاكم، الناس عارفاكم وفا كايس فيكم فرقة بعدين ما بتمرقوا منها. أنا والله يا أخي أحيي القضارف، استخبارات القضارف والشغل النظيف اللي بدأ الآن يظهر والناس تحسه، والناس حست المسؤولية في القضارف حقيقة. وبعدين 4 5 حتات بدوا لما تجي معلومة عن فلان وفلان تباه ل استخبارات القضارف وتباهي قوات المسلحة في القضارف والمستنفذ والعمل الخاص والخلية.
انتباه. لما تجي معلومة في منطقة انه فيها زول دعامي او واحد او عنده سلاح، الناس اللي بيجوا يشتغلوا شغل مؤسس بيكرتنوا الحتة كلها، تتكرتن بيت بيت بتتفتش. الحاجة دي احنا دايرين نشوفها في النيل الابيض وفي كوستي الان، وبنرفع اهبة الاستعداد. احنا ما خايفين من العدو اللي بيجينا راكب بتاعت شارات، ده واضح. احنا مشكلتنا في العدو المستتر جوه ده. تحية للاستيك في دنقلة، كلمنا عن دنقلة كتير لكن الان بدأ الشغل فيها كبير جدا. الباب ده اتفتح في دنقلة الان، ماشيين تمام. خلايا بتاع الدعم سريع، والله يا اخواننا لابسين كاكي بتاع دعم سريع. وتحية برضو للشغل اللي بيتم الان في الباوجا وفي شند وفي غيره. طلع حسي عملنا تقرير الولد ده يا خليفة دنقر، الله يدي العافية، ملك ملوك الصوات. تسأله بتغرر بتعمل الحاجة دي لشنو انت؟ يقول لك عشان نملك الناس الحقائق. هم ملكتنا يعني شنو يعني؟ يعني عملت شنو حسي؟ ملكت الناس الحقيقة شنو يعني؟ أول أمس عامل له تقرير قال في 24 منطقة عسكرية في السودان أو منطقة اشتباك، قالت كلها خاملة إلا واحدة بتاعت الفاشر، وذكر تفاصيل كثيرة كده. أنا أنت ال... قلت يا إخوانا زود ده بيعمل كده ليه يعني؟ يعني هو دارس يثبت شنو؟ دارس يثبت إنه راجل، هو ما راجل، وما قدر يثبتها لزول واحد بس، غلبه يثبتها لزول واحد خلاه لصق حسن. فهمت؟ دارس بيت انه هو مناضل ما قدر، باطل ما عارف دارس بيت شنو يعني. لما نجي نلقى البلد عندنا مولع او جيشنا، الليله الجيش دخلت له في الجزيره 150 تاثير، الناس كلها جايبه الصور بتاعتها. صرف عين الكشف الحديد يا صاحبي، شنو مالكم؟ قال لك الجيش والله في المناقل دخلوا له 150 تاثير. دي بتاعنا شنو؟ ده حنبل الدعم السريع. لا لا، ما حنبل الدعم السريع، هي دي ما الميزه. الميزة ان انت كده عرفت انه ما كان عنده تاتشيرات. ما كان عنده تاتشيرات والله. يا دوب بلقطوا في التاتشيرات. فالناس كانت بتتهم القوات المسلحة بالتأخير. يا اخوانا في ظروف، في تسليح، في حاجة ناقصة، بيطلع واحد يقول لك يا خصم ما تسمع الزول بيقول لك الجيش ما عنده سلاح. امال ما عنده شنو الجيش انت قايل؟ يعني ما عنده شنو يعني؟ ما عنده سلاح، ما عنده عربات. انا بقول الحقيقة. هسي بقى يقول لك لا لا والله حياتنا مكتمله، لو اسبوعين بيقول في نفس الكلام، بعد شيء يقول لك كلهم جاهزين لكن بس البرهان ما ادى تعليمات. لا البرهان ادى تعليمات، هو التلف وتدور ساي. انت انت زول حمر بتضلل في الناس، بس يلفوا كده يقول لك البرهان ما ادى تعليمات، وانت انت اهلك بيكتلوا فين قدامك وانتظر تعليمات البرهان. مالك انت ما تدور التاشر ده تمشي يسوقوا لك يعني ولا شنو؟ ما شيلت عندك كلاش قلت عندك ذخيرة، ما تركب التاشيرة تمشي منتظر البرهان لشنو انت؟ الليلة ال 150 تاشيرة خشت دي دليل انه فعلا كان في نقص في السلاح، نقص في العربات. جات الحمد لله وصلت، بشوفوا نتائجها بإذن الله. حنواصل في ضغطنا ده لما تشوفوا نتائج. الحراك الاستخبارات الآن في الولايات، الوعي الزاد ده، كلهم القوات المسلحة اتأخرت، وعي المواطن بيزيد. فلكن ده بيطلع بيدينا تقارير في شنو في الباوجة. قال المستنفرين والجيش اختلفوا مع زول. المستنفرين والجيش اختلفوا مع بعض؟ لا، الجيش والمستنفرين اختلفوا مع زول. اي لا خلاص ما في عوج. نعم ما في عوج، الجيش صح والمستنفرين صح، بدون تفاصيل. دار بالتفاصيل شنو انت؟ لكن كان في ضرب نار تقيل جدا، ما يكون في ضرب نار تقيل. زول شايل كلاش حيضرب شنو يعني؟ يعني انت في رايك زول شايل كلاش حيضرب شنو؟ ما ده الحياة اللي كنا بنحذر منها. انت منو حذرت منه في شنو؟ انه المستنفرين ديل اصلا، المستنفرين المستنفر ده جياشي بالمناسبة. المستنفر ده جياشي، مسألة مستنفر دي احنا بنقول للحكومة قاعدين نقل أدبنا عليهم، والله احنا جيناكم بمستنفريننا، نتمنى على البرهان ده، مش هو الرئيس؟ البرهان ده ما الرئيس، قاعدين نتمنى عليه، طبعا احنا ديل بأولادنا بحقنا،
وعندنا مستنفرين، لكن في كشوفات وزارة الدفاع المستنفر ده جياش راسه عديل بنمرته العسكرية، والسنة كلها انت بتنبح دار المستنفر السلاح يسلح من وين؟ ما من الجيش ده، ما بنمرة عسكرية بيسلح جياشي المستنفر والقوات المسلحة واحد، اطمئنوا انتهينا. حاربوا زول عادي، في ناس كتيرة بتتفلت، دي دولة فيها 50 مليون، في بيتفلت، في زول بيتمرد، في زول بيعرس، في زول بيطلق، في زول بيسافر، في زول بيبني، في زول بيسكر، في زول بيفتح دكان. ما دولة في شنو انت؟ كل حاجة تيجي طالعين لنا. ما كلمناكم، كلمت انا قلت شنو؟ قلت شنو انت كلمت انا؟ ما بتسمعوا كلامنا؟ احنا قلنا لكم السلاح في يد المواطنين، ده ما مواطن، ده مستنفر، ده جياش راسه عادل، ده ما مواطن. المواطن ده جايب كلاش وبراو، حقه براو، انت ما تمشي تشوف المواطن ده هناك. ولنفترض الجيش والمستنفرين ذاته دقوا ذخيرة، انت كدعام الموضوع ده زعلك في شنو؟ او كغحات جاي عامل لي تغرير قومه وقاعد اوريكم التفاصيل، يعني بيبي جاد كده. ها بعد ما وريتني التفاصيل هسي طمنت الناس ولا خوفتهم بتغريرك؟ يعني انت لما تكتب التقرير بتاع الباوجا ده دار توريني انه في استقرار في نهر النيل ولا في تمرد ولا في شنو؟ انا ما فهمت خلاصة كلامك يعني. وحنوفيكم بالجديد محبة وسلام. قال لهم يا اخي ناس الباوجا تشاكلوا وضقوا ذخيرة في بعض وبعدين كاتب لهم محبة وسلام. انا ما عارف انت مخك ده والله العظيم، انت مقلوب بالمناسبة. لا 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 انت مقلوب يعني، ظاهر بره ده حسي ده اعضائك والله العظيم. انت ما ممكن، انت ما زول عادي، انت ثروه غوميه، انت مقلبا زي تعرف الهايس المقلبا بابا بهناك ديك، انت مقلوب، انت شكله كده زول جراك زي الفنيله بتاعتك لما تكون مقلوبه ومش بتجرها من اللياقه كده تقليبه كده، انت زول قلبك بس من الحياه، انت ما عارف من صرتك ولا من وين، انت مقلوب يا جنة. يعني هسي شنو؟ جيت هسي الناس تطمئن ولا صرف ياخد التقرير ده ما خطير الذكر والولد دي؟ قال لك محبة وسلام، انا اعمل شنو يعني؟ ما كتب التقرير و24 نقطة تماس شغالة بس في حقة الفاشر، يعني هسي نطمن ولا ما نطمن؟ ما هو ده بيجيب المعلومات من جوه، ما يجيبها من جوه، ما زال مقلوب ساي، ما يجيبها من جوه، وقال روح ولا بوس ولا شنو، شو اي حاجه من جوه، ما تقدر تقرفني، انت طلعت من كلامه بشنو حسي؟ لا لا ما احنا، انا يعني انا ما كتبت الكلام، انا ما بعرفه الزول ده يا حبيبنا. ما بعرفه والله العظيم، ما بقرا له. بقرا كلامه هنا معاكم، هنا بيرسلوا لي سكرين بجي بقول لك انه الزول ده حمار، انت كيف سوداني حر تسمع كلام الزول ده؟ هسي طلعت من كلامه بشنو؟ قال لنا والله محبة وسلام تحب. ها؟ قال لنا والله محبة وسلام تحب. يعني حسي في حرب ولا ما في؟ ما هو يعني هو بس قال الموقف العام. طب انا استخلص لك منه نتيجته كيف يعني؟ انا ما عندي يعني قدرة انه انا اقرا للزول ده او اصاحبه أو ما بفهم كلامه، ما قاعد افهمه، انت بتفهمه، جبته انت ده. بس الباوة كيف مستقرة؟ وقال لكم شنو في الاخير؟ قال هنتابع الثنائي وحيدينا كل تفاصيله بتاع. خلاص مش اسمع اشوف الجيش قال شنو. طيب لا لا الجيش ما طلعه، خلاص اسوي لك شنو يعني؟ حاجه ما قال الجيش، انا ما عارفه يعني، ما حكون عارف كل حاجه يعني. لكن صرف يعني بيبي يعني امشي اللي بتاع محبه وسلام ده. وقال لك شنو في الاخير؟ قال له محبه وسلام، خلاص اسوي لك شنو يعني؟ انا اسوي شنو يعني؟ سواء تلقطوا في الملاقيط حاجات البيض زي البقلة يا خريفة دنقر، ناقصك شنو انت؟ شهداء عندنا، ريادة فل عندنا، رجالة عندنا، شفاتة في اللايفات عندنا، شفاتة لايفات بنات عندنا، تشيكس نظيف عندنا، اورجانات عندنا، الساون ذاته حقنا. وريها هيثم ابرز لها ودك. تاني انت اللي بوديك للصعلق العولق ده شنو؟ ناقصك شنو انت؟ انت منحرف ولا شنو؟ ده انحراف بالمناسبة. انت داري شنو تاني؟
بدباباتنا بجوناتنا بتكسينا بأورجاناتنا بساوناتنا بحديدنا بتاتشيراتنا ببرهاننا بدنيتنا كباشينا فوق يا صاحبي. انت بوديك تقرا الهنيار الديل شنو؟ قصرت معاك في شنو؟ انا حاسس انا سينيور صرفة ده، قصرت معاك في شنو؟ قفلوا لي الصفحة بمشي بفتح، غيروا القوانين بتاعت الفيسبوك امبارح، قالوا صفحة جديدة ما تم شهرين ما تخش لايف. قلت له خير وعديل وزي، والله العظيم مشيت عملت له 360 صفحة كل يوم واحدة جديدة. تعال تدار شنو انت؟ انت قول لي انا مقصر معاك في شنو يعني؟ ها؟ في شنو تاني حس؟ هسه احنا ان شاء الله حنعيد فيه. انا بلخبط بيننا يا سيد عبد الماجد، هين شنو الدوحه والواحه الاثنين حررتون عشان تريحونا من القصه بتاعت الدوحه والواحه؟ جميل في فيديو كده انتوا ما شفتوه، شغل خاص بتاع اخوان كده. والله يا اخوانا الناس دي دقه في الدعامه ده شغل. بعدين يا ولد يا غسان اقفل انا برسلك الفيديو، اقفل الصوره، خلي الناس تسمع الصوت. غيادات فل يا صاحبي، وحياة الله مطروا لك الدعامة ديل. ففي عمارة كده الحمد لله استلموها الليلة وفاضل واحدة، وفي تحرك حيجي بالاتجاه بتاع مبدة حشوفوه حسي، وتستلموا حي الدوحة، والدعم السريع حيكون تاني محاصر هناك في ملاقيتهم البدو ينسحبوا ديل. وتاني بعيد الكلام للسيد البرهان، المارقين من الصالحة ديل يا برهان والله جايينك، جايين يقعدوا معاك ويسلموا والله العظيم. شفت بس مرقتهم من المكتب كده، معلومته للستيك، وانا اشر عليك في لايف، وحياه الله واحد فيهم يمرق من بورسودان مف، مش تديون العهد والسلام. والله احنا الناس دي لو لقيناهم معلقين جوا الكعبه، ما استاهل الكعبه جوا عديل، احنا حنبين لهم. بس اديل بتاعنا الصالح جزء منه انسحب، جزء منه انسحب حسي مشى المصفى، وجزء منه انسحب رجع تاني الفاشر، وزي اللي بيحصل في الجزيرة الانسحابات بتاعتهم. والله واحد فيهم يمرق مف، والبلد دي ما بيشيلنا معاهم ما بيشيلنا معاهم. ده موضوع منتهي ولا كلام يعني، ده كلام الجيش اللي في الشارع اللي بيقاتل بكلاشو. فغسان عشان انا بلخبط بين سيد الوالي، عيدنا ان شاء الله في حي الدوحة ده. وانا قلت للرجال دين ان شاء الله ضحيتكم عليه، ولا بدق لكم شير ولا بعمل لكم مبادرة، تسلمون القسم بتاع الدوحة ده وانتوا الان قريبين منه. كل الفصائل والمتحركات الطالعة دي ان شاء الله تبقوا 13 متحرك، ضحيتكم علي انا ده مع ربي نجيب والله العظيم. ويجي فيها الكباش، ويجي فيها ياسر عطا، ويجي فيها البرهان ذات، وعيدوا معانا ان شاء الله في الدوحة دي، وحنسلم مفاتيح الدوحة دي للسيد والي ولاية الخرطوم. ابشر اهل الدوحة، اقول لهم بيوتكم ولله الحمد والمنة، والله تلاجاتكم الحاجات اللي خليتوها فيها قاعدة، والقفل الباب بتاعه بالطبلة والله الطبلة ذاتها قاعدة. الكلام ده بقولوا لكم المقاتلين في الميدان، ما في حاجة الحمد لله اتسرقت، عرباتكم زي ما هي والله، لساتيكها ما نزلت. وفي فيديو كان قبل فترة برضه في الحتة دي لما بدينا نتحرك فيها، كان عمله ودى العمدة غير للزول اللسك بتاعه، مش نفخوه وجابوه راجع، عربيته مقرشة في البيت والله العظيم، ساي كده الوجه الله، كتلوا الدعامة اللي يقولوا روحهم فاضيين بتاع شنو، غير للزول اللسك ورجع. فأبشروا إن شاء الله، أبشروا. البشارة الثانية بإذن الله الأيام القادمة ولاية الخرطوم، احنا معاكم كل يوم ببشارة. بحري دي انتم، احنا قطعنا الدرب وعرفنا احنا دارين نعمل شنو في بحري، ده موضوع تاني خلاص، بتلقوه قدامكم ما في اي حاجة. لكن الخرطوم ده حسي هتشوفوه، وهيجة الدعم السريع ومتحركاته القاعدة جنب الكباري ومتوقعين، وده عملوا حشد امبارح وحشو. اسمعوا والله الجيش ده يهيكم، ما عندنا حاجة، هي دي الدوحة دي ماسكة كل المتحركات، لأنه الدوحة دي كانت خطيرة يا اخوان. دعم السريع مستفسل فيها بقواته، مستفسل فيها بقياداته، وعندهم دبابات وعربات، الحاجات الإمارات دي كلها مقرش الدوحة ما شاء الله يعني، مباني متينة،
اصل انا عبد المجيد زعلان، قال لي المهندس ده منو المهندس ديل الخطط حي الدوحه ده يا اخي، نفس ما قادرين نتحرك، كل عماره عماره عماره، والله العظيم بلاوا اللي قبل. الله يديك العافيه يا سيد باش مهندس، القوات دي كلها جايه قاطعه عليك الكوبري ده. انا بقول للدعم السريع سلاح المهندسين ده قاطع عليك الكوبري والله العظيم، والمقرن دي قربت باذن الله، وهتلقوا الجيش ده جوه عديل في الخرطوم هسي، وكل يوم احنا من تقدم لتقدم، والسلاح الروسي حسي هيظهر عشان ما تقعدوا تلفوا. جبتوا له حاجات دي من وين؟ جبناها من روسيا، ما كنتوا مقطعين حق الطلقه ما عندكم والله، مشينا جبناها من روسيا. اديتوهم شنو؟ اديناهم المينا. اديناهم المينا، المينا بتفرطوا في ارض الوطن، نعم تبيعوا ارضكم، نعم نعم تبيعوا ارضكم، يس تبيعوا البحر الاحمر، نبيع البحر الاسود ذاته، ايش دخل امك انت؟ هاي ماشيين، والسلاح الروسي حيظهر، وداري شكينا للجنائيه اللي شكينا، وداري شكينا للفصل السابع اللي شكينا، وتعلينا يا جعفر حسن يا جعفر صفارات، ايش بكنا بالنابلام والمعارف الاسلحه المحرمه دوليه، والروسي ده غير المحرم تصنع شنو؟ كله محرم، بيل ويسكي بيل جيم بتاعه ذاته جايبينه لك، بل فودكا ذاته جايبينه لك، انت بس اقعد تبكر يا مجاني، انت اليوم دي مختفي. السيد البرهان قال لك كلمة كده خطيرة خالص خالص، قال شنو سعادته؟ قال المتواجدين في المصفى 70% منهم أجانب، لغة البرهان اتغيرت أجانب والله العظيم. الليلة لما نقابل قبيلة الرزيقات قال لهم 70% من المتواجدين داخل مباني المصفى 70% منهم أجانب، جابتها قناة الجزيرة عشان ما يقولوا التلميح ده خطير. وين هو؟ انا اعمل له سكرين كلام برهان ده، انا اعمل له سكرين يا اخوان، حفظ عديل سيد الغايد. اللي في القيادة وري السيادة. انا عامل سكرين كنت للقاء ولد ماديبو، قال حمدتي رجل فارس، يعني بمعنى شنو؟ انه رجل لا يكذب ولا يغدر، انت لا رجل لا حميتي رجل. رئيس مجلس السيادة الانتقال عبد الفتاح البرهان، التمرد لا قبيل له، وانما حدث تخطيط من اسرة آل دقلو للاستيلاء على السلطة. كاهن، هذه الحرب شخصية خطط لها حميتي وشقيقه عبد الرحيم بمعاونة عملاء من الداخل والخارج للسيطرة على البلاد. هنالك جهات تريد تفكيك السودان ونهب موارده واضعاف القوات المسلحة وانهاكها من خلال هذه الحرب. البرهان، المتواجدين في مصفى الجيلي بالخرطوم بحري 70% منهم اجانب، داير يعمل فيهم عملة بطالة. نكر من حسي يا اخي، ده كاهن وحياة الله جد، ها داير يعمل فيهم عملية بطالة. قال لك ده طبعا الجماعة دي اساسا يعني هم ذاتهم شنو؟ ما سودانيين. في المصفى شيلوا شيلتكم، الشغل ده بختلف وحياة الله جد. وبعدين البرهان بيجيكم بالنهار، وانا شغلي بيجيكم بالليل، طيران دقة بالليل ده في اي حتة ده شغل صرفة، شغل بالنهار ده البرهان ذاته وحياة الله جد. قال لك القاعدين في المصفى ده خلي بالك، خلي بالك يا 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 كباشي، افتكر القاعدين في المصفى دي 70% منهم اجانب، يعني هنشوف كم بيت بكا لما نقتل 100 نفر من المصفى مثلا، هنشوف 30 بيت بيكا، نكر لك السبعين الباقين. وبعدين شنو رسل الاشارات يا صاحبي؟ الناس اللي عندهم شغل في المصفى ده، ما في دول كده عامله شنو حركات؟ البرهان ما كان بيقول كلام زي ده، كان بيقول مرتزقه اجانب ارجعوا حتات كده، ما قاعد يقول الم الزول ده ركب صدام بتاع شنو؟ باجيرو عديل وحياة الله بقى مصادم، انسى بس يا صاحبي. صدام بتاع زيت واي يا صاحبي، خشي لك في الشغل ده، قال له خلي بالك يا كباشي. هل تعلم يا كباشي؟ بدأ كلامه كده بياكل كوكو، اضرب في الجرجير كده مع السمك وبتاع. هل تعلم يا كباشي انه 70% من القاعدين في المصفى دي الاجانب؟ حقيقة كباشي قال بالله يا سعادتك
قلال انت ما عارف باش يسكر السيد طبعا. اهو طابخيننا يا صاحبي، ما فين قران حيتم احنا زاد والله. انا عارف المصفى ده، ولا شفنا المصفى ده وين، ولا عندنا طيارة ماشية المصفى، ولا وكده يعني. وبعدين قال كلام قدام قبيلة الرزيقات، ولا ذات اللي قاعدين في المصفى ديل يعني ما اولادكم ولا حاجة، و30% اللي قاعدين ديل والله ما اعرفهم من وين. البرهان سيادته هو عنده حاجة في راسه، انا بس حاولت اوصل لك يا دعامي، الزول ده نكرك قبل ما يبلك. افتكر انه ناس المؤتمر السوداني الان اكتبوا بيان ادانة للقوات المسلحة. اعمل طوالي يا خالد سيدك، اجري اجري الجيش. وين بتاعت سكايبي دي، هي البت تسابيح دي؟ يلا تسابيح في شغل جاي. اتحرك اتحرك، مكياجك دنيتك اوكر روك استديوك كاميراتك قرب لي زاوياتك احضانك دنيتك وين لبنانيك داك اوكر روك وين 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 الولد ابراهيم، اجهزوا يا اخواننا في شغل جاي. انت لو ما قريت كلام الزول ده كده ما واضح، قال لك القاعدين في البوصله 70% يا جاي بجر لك للمصفى شنو شغيد نكروا يا ناس يا سعاده برهان. بالنسبه للحاجه اللي حصلت، وهي طبعا لسه ما حصلت في المصفى دي، موقفكم منها شنو اساسا؟ اللي قاعدين ديل 70% منهم اجانب. وحيد طبعا اليومين ديل ما حيقول عنده حاجه، اخوانا ديل حيكتب له بوسي بتاع الملاقيت ديل 70% منهم اجانب بطريقه كده ساخره. الواد دراكولا طبعا حيظهر لك بنظارته دي ويعمل له فيديو المصفى بتاعه ده. والله نكرناكم يا دعام اللي قاعدين في المصفى، الزول ده جاي يبل ميتينكم، ورغم انه هو عارف انه المصفى ده اساسا شراكه مع الصين. شكله اخذ له اوكي من بهناك يا صاحبي، قال لي بلو. بعدين انت راحسته، لا ركز معايا يا حجه. السلام عليكم، كيف اخبارك؟ ان شاء الله بخير. الوزير بتاع الماليه دي في روسيا قعد مع المندوب الصيني والمندوب الروسي في قاعة مؤتمر مفتوحة، مركبين بالبركب وفيها المايكات ديك، فبتقعد تتكلم براحتك ديك، تاخد راحتك بخلوك تغلى يا صاحبي. فقام قال يا اخي طبعا اتناقشنا مع الصين في مشروعات اعادة اعمار السودان، والحاجة دي خطيرة طبعا، معناها احنا في شغل كده حنكسره. والصين قالت بنبنيه، الشغل ده شنو؟ الله اعلم. وحنكسره بسلاح منه، والله اعلم برضك. احنا طبعا مضينا مع الصين ومضينا مع روسيا، لكن برضه الله اعلم. فانا والله بقول لك اقسم بالله بحليفة، تسمع القسم ده وما قسم سفها، الزول ده وحياة الله خدتاكم في النشنكة، وحياة الله حيطبق فيكم النظرية لما تآمنوا، نكركم حسي قبل ما يبدأ. سادة المدرعات السلام عليكم يا سيد نصر الدين. طبعا سيد نصر الدين انت موقفك حساس حقيقة يعني، و القوات المسلحة داخل المدرعات كتير، انتوا بتعرفوا ناس في المدرعات وكده، و هي محاصرة وتعودت على المعارك العنيفة، قعاد سايدة ما بينفع معهم. يعني زمان كان المهدي القوات المسلحة في المدرعات في الانتشار، بينه وبين مجمع الرواد كيلو واحد، قاعدين نتكلم يا وليد السعدابي يا وليد يا عمل خاص اطلعوا امشوا يا وليد يا وليد. فالشي اللي عارفه انا والناس عارفينه انه سيد نصر الدين سيد اللواء نصر الدين عنده راي عسكري، طبعا احنا بنتدخل فيه. الرأي العسكري ده بيعتمد على حسابات الذخيرة والمقاتلين والرجال والعتاد. الناس عارفة انه احنا في رمضان ده بعد تحرير الإذاعة قاعدين تشوفوا اولاد المدرعات في كرري، وقاعدين تشوفوا اولاد المدرعات في المهندسين، صح ولا غلط؟
معناها شنو؟ قادرين نوصل من الكراري لحد المدرعات، فتحنا خط امداد ممتاز جدا عشان الناس تكون عارفة. يعني مشوا مقاتلين رجال عشان يحرروا الخرطوم ويدعموا المدرعات، مشى الذخيرة ومشى سلاح، واليوم داك شفنا تدوين مدفعي من المدرعات لحد جنوب الخرطوم، دونوا لحد بري. يعني ما في اشكال بوقف ان المدرعات بابا يتفتح. انا بقول للسيد نصر الدين، انا عارف انه هو عنده اشكالات مع قيادات في القوات المسلحة، لانه هو مر بتجربة بطولية انه اختلف مع حميتي. خليك من الكلام التاني يا سيادة نصر الدين والحياة التانية يعني انساها. احنا في مرحلة، احنا بنتكلم عن القيادة المصادمة، تركب صدام بتاع تاتشر. غمض عيونك وافتح الباب ده للجيش ده، ما تخاف. تذمر القوات المسلحة الجوة دي، الناس دي كلنا عارفين انه عندهم سلاح، وكلنا عارفين انهم ذخيرة وامداد وصل. التذمر الكثير جوا المدرعات ده لانه دارين يشتغلوا. وانا عارف ان انت ما عندك تنسيق مع قيادة هيئة الاركان وغيره، لانه انت بتفتكر انه حميتي اطاح بيك ورجعتك كفاءتك ورجعت بحقك ورجعت لانه الناس دارينك، فانت متجاوز الحاجات دي كلها، حتى ما بتشاور ما بتسمع ما ب... انا فاهم دي، وعارف انه انت اتصالك بيكون مع البرهان مباشرة، ودار حيطك به علما ان البرهان ما حيكون راضي عن الحاجة اللي بيعمل فيها المدرعات الان، لانه عارف ان انتوا رجال، وعارف ان انتوا بتقدروا تحسموا الموقف ده. زمان لما كنتوا بتتهاجموا في اليوم 17 مرة، هنديك دباباتهم، هندي يا اخي جابوا لكم البوكلين عديل، كسروا لكم الحيطه حقتكم، دفنتوا شهداءكم وحافظتوا على المدرعات، المدرعات اللي قدمت اللواء ايوب. احنا ما عندنا كلام تاني، احنا ايوب ده شفناه في صاله الحج والعمره، الناس اللي ما عارف الكلام ده عارفه. ايوب ده وصل لحد صاله الحج والعمره، ماشي فك الحصار بتاع القياده العامه كان. صح انه ممكن يكون يفقد روحه ويفقد كل القوة اللي معه، لكن انا بوريك مصادمة القوات المسلحة القاعدة في المدرعات. الباب بتاعكم ده يا اخواننا افتحوه. سيد نصر الدين، احنا الكلام المباشر، يعني احنا قلنا كلامنا مباشر، تأخير العمليات دي مضر بالقوات المسلحة ومعطل حاجات كثيرة. الرواد ده حسي هو المؤمن جزيرة توتي، ما في زول قادر يوصل توتي دي، ما في زول قادر يطلع من القيادة لأنه الرواد بهناك قافلين الشارع. فاصل الإمداد وفاصل تلاقي الاستراتيجية والمهندسين والمدرعات كلها 2 كيلو يا سعادتك. خط الرحمن في قلبك، صلي ركعتين الليل زي ما الجيش بيسوي، توكل على الله عز وجل. المدرعات دي كلنا شفناهم لما يفتحوا لنا الباب ده بيشتغلوا. يوم نلقاهم في الرميلة دفاعات متقدمة، يوم نلقاهم في جبرة، يوم نلقاهم في الذخيرة، يوم نلقاهم افتح لهم الباب يا اخي. انا ما دار ادخل في الحتة دي واتكلم فيها كثير، كلام ممكن يكون مضر بالقوات المسلحة او المخطط، لكن احنا الان في مرحلة وايام مباركة، القاعدين في المدرعات ديل بعد ما نصر الدين ما رجع، رجعوا كل المعاشين في القوات المسلحة سلموا روحهم في المدرعات، وأول معسكر استنفار كان في كرري والمدرعات، قدروا الأولاد ديل يجازفوا المستنفرين والشرطة والناس اللي رجعوا من جبل أولياء والكانوا في الاحتياطي، كلهم جمعوا وين؟ في المدرعات. ده المقاتلين اللي بيقطع بيمشي لحد كرري وبيجيك راجع، ده راجل باسل ما في 2 3، ده ما بتخطى فيه قفص. الأسود ده ما بتخطى فيه قفص. كل شهر كده بتاخد لك مرقة، بتجيف مع قواتك دي في جبرة وبتتكلم معاهم وبتصور معاهم، وده احنا ما راجين ولا منتظرين. بحري شغالة كويس،
الخرطوم امدرمان شغالة كويس، الجزيرة شغالة، سنار شغالة، المناقل شغالة، الخرطوم الوحيدة اللي ما شغالة. أهل صبروا، أهل ضحوا، أهل الآن يعني بيعانوا. والتهديدات اللي بتسمعها يا نصر الدين بتاعت مصر يوم 30/6 إنها هتقوم بإجراءات ضد الجالية السودانية المقيمة عندهم، الحاجة دي بتخليك تتحرك. أول احنا دارين نقول مش امدرمان بس الآمنة، احنا دارين نقول جبرة آمنة، محيط المدرعات ده ذاته آمن، تأمنوا المواطنين انتوا. مدرعات الحتة اللي قلته في العيد اللي فات، أقسم بالله العظيم نزلنا فيديو ناس المدرعات بنظفوا في الشوارع في جبرة يا اخواننا، بيقولوا لأهالي يا اخواننا ارجعوا بيوتكم. الكلام ده حسي تم كم؟ شهرين وشوية، ماشي في ال3 شهور. ما في مبرر. عندنا مجمع الرواد، يا مليته نار نزلته، يا رسلت له القوة دي، القناص الفوق ده اللي اتحرقوا، الفدائيين اللي بيبايعوا على الموت قاعدين، ودي أيام الموت وأيام الشهادة وأيام العبادة. فأنا سعادته نصر الدين لا دار اصطدم معاك لا تصطدم معاي، كلام اللي قلته ده بتلميحاته دي أظنك فهمته، ورسالتي فيه واضحة، ورسالتي للقوات المسلحة اللي قاعدة جوا المدرعات، شغلوا الزول ده اللايف ده، اتحركتوا. بكرة بنتكلم معاه بمباشرة أكتر، وإحنا ما عندنا حاجة. حفظ الله القوات المسلحة، حفظ الله الشعب السوداني، نصر الله القوات المسلحة، نصر الله الشعب السوداني، تقبل الله العبادة في الأيام المباركة دي، وكثر الدعاء.